It's not who I am underneath, but what I do that defines me. This is actually a Batman Begins 2005 quote, and I really believe in it. Oh, دقيقة. تبون عربي ولا انجليزي بس عشان اعرف. اوكي، عشانكم. غالبا احنا كادميين او كبشر دائما نعطي first impression او انطباع اول على الشكل او على المظهر المبدئي قبل ما نعطي حكم قاطع على الفعل. احنا دائما نواجه الاشكاليه هذه دائما في حياتنا للاسف. في 2013 الحمد لله من خلال مهرجان ابو ظبي او الجلف فيلم فيستيفال تم استدعائي عشان اشارك مع روبرت باش ستيف دونك الشورت فيلم تبعي اللي هي اوبن ماي ايز. الحمد لله كان من ضمن الافلام القصيره اللي فازت بالمشروع الحمد لله، والحين احنا في مشروع الكولابوريشن. 2013 Alienation، هذا ثالث كتاب لي الحمد لله. عملية طباعته صراحة ما كانت سهلة جدا. في 2012 في فبراير 2012 كنت في عايش في كندا وخلصت الكتاب. للأسف كان لي تجربة سابقة مع دور نشر عربية فحبيت إني آخذ دور نشر أمريكية. فبديت أكتب رسائل أو نسميها cover letters للدور النشر الأمريكية وأرسلت عدة رسائل يمكن حوالي 50 إلى 80 رسالة. وبعد عدة أسابيع جتني رسائل أو reply. للأسف الreply كان كلها oh we don't support overseas authors, we don't support non-American authors, and someone said like oh I'm sorry who are you like okay. وتحطمت شوي، اضطريت إني أرجع، كان الوالد تعبان ورجعت للسعودية. قعدت حوالي شهر عاطل عن العمل، مفلس زي العادة. ويوم من الأيام قاعد أكتب روايتي الجديدة، وجاء اتصال، لاحظت إنه رقم دولي، رديت. Can I speak to Mr. Abraham? Yes, I see my Abraham is speaking. We're interested in buying your book and we want to publish it. Can you send us the text, please? Oh, sure. And we'll see later. 6 months after that, I published my book, and after like a couple of weeks after publishing the book, a Hollywood producer, or a montaj from Hollywood, شاف الفيلم أو شاف ال sorry شاف الكتاب وقال إحنا راح نسويه إلى فيلم إن شاء الله. Vancouver Film School، هاي في 2011 الحمد لله تخرجت منها بامتياز وكنت من مرتبة الشرف وكنت من ضمن العرب القليلين اللي تخرجوا من قسم الكتابة. Convincing my parents was a really kind of شوية problematic. مرة من المرات جالس مع أمي وأبوي زي العادة في بعد المغربية تعرفون قهوة وشاهي وحركات، فجلست مع أمي وأبوي قلت أمي أبوي أنا بدرس سينما. أبوي ناظرني كذا قال أيوة وش أخبار عندك بعد زيادة؟ قلت لا لا سينما يعني افلام وحركات. قالت امي لا تقولي بتصير ممثل. قلت لا 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 لا. قلت بصير كاتب يعني كاتب. قالت لا 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 انا احس انك بتصير ممثل. قلت لا 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 تخافي بصير كاتب، اوعدك ما راح اخلي توم كروز يروح عن الاي ليست، خليه. فاستمرت احاول اقنعهم لمده 6 أشهر، وبعد 6 أشهر وافقوا. اكيد ابوي قال اول شيء لا تدور وراي فلوس، هاي شيء طبيعي يعني. قلت لا لا الفلوس عندي ان شاء الله انا اللي بسويها. بالنسبه لاصحابي عاد هذا كان لهم اخر شيء اخر، قالوا واحد قال يو نو ذات ذيس از وونت باي يور بيلز، يعني هاي ما راح تسدد فواتيرك، هاي ما راح تعيش، هاي ما راح فيها مستقبل. بس كل هذه كنت اخذها واعتبرها خطوه امشي فوقها للامام. A dream came true. هذه من يوم صغير يعني من 13-14 كنت نسميها معلش بالكلمة مهبول سيارات، يعني كنت أقرأ مجلات، عندي الغرفة كلها مجلات يعني تسبح في المجلات. فمن يومي 13 سنة وأنا أحب إني أكتب في المجلات أو أحب إني يوم من الأيام أكتب في جريدة الرياض أو قسم السيارات. فرحت لجريدة الرياض وقفت عند البوابة، أكيد ما دخلوني، وقعد سنة كاملة واقف عند البوابة سنة كاملة. ويمر رئيس التحرير بالبي ام كل يوم يشوفني. اخرته بعد سنه قال رجاها وش قصه امه ذا وراهم موقفينها.
قال له السكرتير، قال لها الرجال يقول لي عنده فكرة يبغى يعرضها عليك وكذا. قال ابن حلال خلونا نشوف ايش قصته، دخلوا. ودخلت قلت له عن الفكرة اني ودي اسوي اكتب مجلة سيارات وكذا. قال خلاص بنعطيك الاوكي لكن في شرط. قلت وشو؟ قال بنعطيك اول 3 شهور بدون راتب نجربك، بعدين اذا كنت اوكي نعطيك كونتراكت، اذا لا نقضبك الباب. قلت انا ما عندي مشكلة واشتغل 6 شهور بدون راتب. ولا تكلمت عن الراتب لانه الراتب اعتبره شيء يعني ما هو مهم، انا همي اني اسوي هذا الحلم اني اكتب في المجله او في الجريده. وسويته وبعد 6 شهور استقلت انا بنفسي، مو هم اللي استقالوني. I can't change the directions of the wind but I can adjust my sails to always reach my destination. هذه صراحه بعد ما استقلت من جريده الرياض كان عندي هدف اكبر اني ابدا في نشر اول كتابين او كتاب وروايه لي. على ذاك الوقت البنك اكاونت اكيد زيرو. As my job as a teacher it doesn't really pay that well. And فرحت لامي وابوي مره ثانيه، بس هالمره هاي بعد الظهر، جيتهم في وقت يعني ما كان فيه البزلان. فجلست مع امي وابوي، قلت امي وابوي ابي اطبع كتابين. ابوي ناظرني قال اوف كتابين مره واحده يا ظالم. قلت ليه؟ قال غطيت على شكسبير الحين، يعني كتابين يعني كتاب وروايه. قلت امي وش هالروايه بعد؟ قلت يعني تعرفين جن على مدري وشو. قلت ايه ما خليت اخبارك الاول ما عليه يلا يلا. قال ابوي قلت طيب ابي شويه فلوس. قالت امي انا والله ما عندي شيء. قال ابوي بعد جاي يعني تاخذ منه فلوس؟ قلت يعني انت فاهم وانت ذكي وتفهم على الطاير. قال والله ما عندي شيء، راح ادبر امورك. قلت اوكي ونروح نكنسل اكس ونروح لاصحابي. رحت لاصحابي، للاسف ردودهم معليش من بيشتري كتابك البايوغرافي عشانك انت؟ ايوه من يقرا امك وابوك ومن؟ قلت والله انت يعني. قال واحد ثاني ما شاء الله شكله رجال راعي بنك، قال طيب لو اعطيك الان 1000 ريال تقدر ترجع حالي 2000 ريال؟ قلت ما اضمن لك. قال اجل مع السلامه. قلت مع السلامه مع السلامه. واروح اول شيء بعد ما خلصت من اصحابي رحت اعطيهم معارض الرياض معارض السيارات وبعت سيارتي. بعت سيارتي ورحت على طول اسبوعين الى 3 اسابيع الحمد لله واطبع الكتابين. هاي اللي هو الماستر اوف داركنس السيد الظلام. والحمد لله بعت اكثر من 2000 نسخه. سبحان الله الناس اللي كانوا دائما معارضين واللي هم اهم شيء اللي هم اولياء الامر او زي ما تقول ابائنا وامهاتنا قبل كانوا شيء وبعد كانوا شيء الحمد لله. فالان هم يدعموني في مساله انه continue الحمد لله. والان الحمد لله سوينا الان منها 3 اجزاء وان شاء الله راح تكون في السوق قريبا. اعتقد هذا كل شيء عندي. شكرا لاستماعكم.